السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنعمل مع بعض كحك العيد. هنعمل كحك العيد بالطريقة السمن المقدوح أو الطريقة السخنة مش الطريقة الباردة. ونعرف الكحك إزاي يطلع معانا ناعم ويكون مقدار السمنة بتاعه مظبوط وطريقة التسوية الصحيحة. هنعمل مقدار 2 كيلو دقيق. أول حاجة معانا 2 كيلو دقيق، هنضيف لهم ربع معلقة ملح كبيرة، هنضيف لهم 6 معالق سمسم محمص، معلقتين كبار ريحة كحك، معلقة كبيرة بيكنج باودر. معانا للاتنين كيلو دقيق كيلو سمنة، طبعا هنسخنه على النار كويس، هنقدح السمنة بتاعتنا كويس على النار، هنقلب المكونات بتاعتنا كده على الناشف، حاجات الجافة كلها كده مع بعض، وهننزل بالسمنة السخنة. قلنا كيلو سمنة سخنة مقدوحة، وقلنا طبعا كل ما كانت نوعية السمنة بتاعتك كويسة ونوعيتها حلوة، كل ما الكحك بتاعك طلع طعمه مميز وريحته حلوة. طبعا بتستعملي نوع السمنة او الزبدة اللي انت عاوزاها، نيوزيلندي، فيرن، السمنة البلدي طبعا لا يعلى عليها، بس ما ينفعش الزبدة البلدي، لازم تسيحيها سمنة. هنقلب السمنة بتاعتنا كده مع الدقيق لحد ما كل الدقيق يتشرب السمنة، مش هنسيب دقيق باين، لازم السمنة تغلف كل الدقيق بالشكل ده. هنقلب لحد ما السمنة تغطي كل الدقيق اللي موجود عندنا. قلنا لكل 2 كيلو دقيق كيلو سمنة، يعني لكل كيلو بياخد نص سمنة. هنقلب بالشكل ده، اهو شربنا كل الدقيق السمنة. هنسيبهم على جنب وهنعمل مع بعض الخميرة. الخميرة بتاعتنا هتكون 2 كوباية لبن، 2 كوباية لبن ونص معلقة كبيرة خميرة بلدي، ومعلقتين سكر. لو مش متوفر عندك الخميرة البلدي هتستعملي كيس خميرة فورية، كيس خميرة فوري. هنقلبهم كويس واللبن هنا يكون دافي. كيلو الدقيق بياخد 2 كوباية لبن، يعني انا عاملة 2 كيلو هضيف 2 كوباية لبن، هياخد من 2 لكوبايتين لكوبايتين ونص او 3، يعني كيلو الدقيق الواحد بياخد من 1 لكوباية لكوباية ونص. انا هبتدي هنا ب2 كوبايتين ولو احتجت هزود. اللبن يكون دافي، الخميرة عندي كانت في الفريزر فعشان كده مش هتعمل الرغاوي اللي هي العالية، هتعمل فقاقيع صغيرة. هنا الخليط بتاعنا كده برد شوية، هنبتدي نبسه. هنبس طبعا بطريقة امهاتنا بتاعت زمان، بناخد جزء كده من العجينة على ايدك وتبتدي تدلكيها كده او تفركيها كده علشان تنعم معاكي، وده اللي بيطلع الكحك معاكي ناعم جدا، البس دوا كده هو اللي بيطلع الكحك ناعم، شايفين بالشكل ده. بنبس في الكحك بتاعنا حوالي 5 دقايق، بالشكل ده اهو. كده شربنا كل الدقيق السمنة، هنضيف 2 كوباية اللبن بالخميرة ومعاهم قلنا 2 معلقة سكر كبار، هننزل بيهم على الكحك كده اهو. انا هنزل بال2 كوبايتين كلهم ولو احتجت تاني هزود. قلنا لكل كيلو دقيق بياخد من 1 لكوباية لكوباية ونص لبن، وعلى فكرة ممكن تعجني بمية بس اللبن بيديله طعم حلو برضو. انا هنا مش بعجن، انا هنا بقلب بشرب الخليط بتاعي اللبن، باخد كده من تحت لفوق، شايفين. انا مش هفصل الفيديو علشان اوريكم ان ما بياخدش وقت في العجن خالص،
انا بقلب كده اهو، مش باخد من تحت لفوق، بشرب اللبن العجين بتاعي بالشكل ده. شايفين الدقيق والسمنة، شرب كده كوبايتين اللبن اهو. هنا الكحك كده حاساه ان محتاج معايا حبة سوائل كمان، هضيف نص كوباية مية. شايفين كده العجينة اهو، انا مش بعجن، انا بقلب من تحت لفوق. شايفين العجينة محتاجة كده معايا حبة سوائل كمان، هضيف نص كوباية مية علشان العجينة تبقى طرية معايا وسهلة في التشكيل. في نفس البولة كده ضفت نص كوباية مية، هقلبها كده برضو نفس الطريقة من تحت لفوق كده، هقلب بس مش هعجن بالشكل ده اهو. لحد ما العجينة تتشرب كده خلاص. شايفين العجينة كده معايا طرية كده، سهلة في التشكيل اهي. هنركن العجينة بتاعتنا على جنب وهنعمل مع بعض العجوة، الحشو بتاعنا. هنجيب كيلو عجوة، انا جايبها البواكي، هضيف لها معلقتين سمنة عادي من البرطمان بتاعك، مش هنسخنها ولا حاجة، لان مش عاوزين الحاجات تتسخن على النار عشان بتشد، لما بتتسخن بتشد. هنكورها كده كور، طبعا الحجم اللي انت عاوزاه، الحجم ده انت اللي بتتحكمي فيه حسب حجم الكحكية اللي انت هتعمليها. هنعمل الملبن مع بعض، هنجيب كوباية دقيق، هنقطع الملبن كده برضو الحجم اللي انت بقولنا، زي ما انت عاوزة قطع كده متوسطة اهو. والدقيق هنا بيساعدك على ان الملبن يتقطع معاكي وما يلزقش في ايديكي وتعرفي تشكليه كويس. بنرش كده حبة دقيق ونقطع اهو، وبنكورها كور بالشكل ده. بعد ما خلصنا الحشو بتاعنا كده، هنجهزنا الحشو وهنبتدي نشكل الكحك بتاعنا. انا هشكل هنا بالبصامة وبالمنقاش. الكحك هنا ما بسيبهوش يريح ولا حاجة، انا بقطع على طول. بعد ما بجهز الحشو بقطع على طول الكحك بتاعي، باخد قطعة عجينة كده وببتدي افردها واحط جواها العجوة او الملبن بالشكل ده، واقفل عليها اهو. وبعد كده هلفها بقى بايدي كده، هكورها. التكويرة دي بتخليها العجينة كلها تلف على العجوة او على الحشو. وهبتدي انقشها بالمنقاش بالشكل ده اهو. كده. وهنحط في الصاجة، الصاجة طبعا ما بيدهنش، السجان بتاعت الكحك ما بتدهنش. الصاجة قلنا ما فيهاش ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، مش مدهونة، لان هو الكحك اساسا واخد كفايته في السمنة بتاعته. وبنبصمها كده بالبصمة في الصاج، وكل ما البصامة تعمل معاك وتلاقيها بتلزق في العجينة تديها رش الدقيق وتنفضيها البصامة. هنعمل حبة سادة اهو بالشكل ده، طبعا السادة بيكون حجمه اصغر. السادة انا بنقشه بالمنقاش، مش بعمله بالبصامة عشان هي بتبقى صغيرة. انا بحب طبعا الشكل التقليدي بتاع امهاتنا بتاعت زمان اهو بالشكل ده. كده خلصت تقطيع الكحك بتاعي، هدخله الفرن على درجة حرارة 180، على درجة حرارة متوسطة، بياخد من 30 ل 40 دقيقة لحد ما بيحمر لونه كده من تحت.
ومن فوق ما بيكونش بيلزق ولا بيبصم كده، والنقشة بتاعته زي ما هي ظاهرة. ده شكل الكحك بتاعي، وده السادة شايفين النقشة ما حصل لهاش اي حاجة ولا البصمة. هنبتدي نسيبه بعد ما يدفى وهو دافي كده، هنرصه في الطبق ونرش عليه السكر، السكر البودر بتاعي. بندي رشة كده للكحك، وبتحفظيه طبعا في علبة مغلقة كلها غطا محكم. ويا رب اكون فدتكم باي معلومة. وده شكل الكحك بتاعي، ده الصغير اللي هو السادة، ودي الكبيرة شوية اللي هي بالحشو. ويا رب اكون فدتكم باي معلومة. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.